نرحب بجميع مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. هذه هي الفضائية الآرامية ويوم جديد من أيام حمل جمع العطاءات للفضائية الآرامية بالترنيم والتسبيح. احنا نقول ننصب حجر المعونة ونقول إلى هنا أعاننا الرب، والرب اللي ابتدأ معانا هذا العمل سيكمل إلى يوم ربنا يسوع المسيح. واحنا واثقين وعالمين أنه يد الرب معانا منذ ابتداء هذا العمل قبل 11 سنة، والرب راح يكمل معانا. أحب أن أقول أنه وصل المبلغ، صار لنا أسبوع وخمس أيام، وصل المبلغ إلى 22,350. ل 350 جتينا في قبل البرنامج هذا كان مع الأب الفاضل الأب يؤنس، لكن في هذا اليوم وبنعمة الرب رح نوصل إلى 30 أو 35,000 دولار. نكمل هذا المبلغ حتى نستمر وتكون هذه ديمومة وعمل الرب يكمل في هذه الفضائية من خلالكم أنتوا واتحادكم معانا، حتى نصل إلى أكبر عدد من النفوس التائهة والضائعة في هذا العالم. في هذا المساء رح يكون عندنا شكر وتسبيح وترنيم وكلمة، وعندنا خادم مبارك جاء من العراق لكي يشاركنا فرحتنا هذه. رح نقول لكم من هو، لكن قبل كل شيء أبدي بأختي الفاضلة الأخت أسيل، فرحانة أن تكونين معنا، خادمة مباركة والرب استخدمها في كثير من المناسبات، وأكيد الرب رح يستخدمك في هذا اليوم. آمين، الرب يخليك. ومعنا القس المحبوب، القس الفاضل الذي جاءنا من العراق، مشكورا أن تكون معنا لأول مرة على الهواء مباشرة. شكرا. من خلال الفضائية الآرامية. شكرا. القس جوزيف فرانسيس راعي كنيسة الاتحاد في العراق. شكرا، الله يخليك. الرب يبارك، شرف إن أن تكون معنا. وأكيد يعني أنا أحث المشاهد العزيز في هذا المساء أن يدعو أصدقاء ويدعو الأهل جميعا أن يجلسوا أمام هذه الشاشة. رح يكون عندنا اختبارات كثيرة وكلمة حلوة على فم القس المبارك القس جوزيف، رح تستمتعون بها كثيرا. رح نسمع أخبار كثيرة، ورح نسمع تأملات، ورح نسمع اختبارات. فتعال خابر، شجع، ومن هسه احنا نقول الاتصالات والهواتف مفتوحة من الآن. أشكر الرب من أجلك مرة ثانية. شكرا جزيلا. ومعنا الأخ المحبوب خادم الآرامية، مرنم إسرائيلي الحلو، العفو الآرامية الحلو. أخونا وسام. هلا بيك أخت نادية، ثانك يو إلك. أنت أيضا تقدمين وقتك وطاقتك لخدمة الرب يسوع المسيح. الرب يستخدمك أكثر وأكثر. امتياز يا أخ وسام أن نكون كلتنا في حضرة الرب. أمين. وفي خدمة. أمين. الرب. آمين. وإحنا يعني فرحانين إن أنه تكون أنت طبعا يعني مو عبالك رح نتناول الهوستنج اليوم. أنا أهم شيء فرحان أنه اليوم معانا. صدقني أنا فرحي أكثر أكثر. فرحي أكثر. يعني بالفعل فرحانين بقدومه أول مرة على الهواء على شاشة الآرامية. نشكر الرب، وأنا أشجع المشاهدين أنه يشاهدون هذه الحلقة ويتصلون إذا بحاجة إلى صلاة أو إلى أي شيء. أنا موجود قس جوزيف معانا يصلي من أجلكم في هذا اليوم. آمين. فنحن نشجع كل أحبائنا في أستراليا، أمريكا، وكندا، ونيوزيلندا. لأن الآن الوقت عندكم جيد أنه من الآن تتصلون، قس جوزيف هنا موجود حتى يصلي معاكم. آمين. آمين. أخويا سيف، الرب يباركك ويبارك خدمتك. أنا عارف أنت جاي تعبان من الشغل، لكن تعبكم ليس باطلا في الرب. قوة الرب كل شيء يصير سهل. آمين. إن شاء الله. يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. آمين. الرب يباركك. أعزائنا المشاهدين، أنا أعرف اليوم داعين الرب الآن في هذا المكان، وهو موجود وسبقنا للمكان، لكن أنا واثقة أنه اليوم حلقتنا هذه راح تكون مميزة عن باقي الحلقات. فتعال وادعوا آخرين،
اجلس أمام هذه الشاشة، شجعنا، شجع العمل، شجع الفضائية الآرامية، واتحد معانا مثل ما قلنا في هذا اليوم لكي نطلع ونخبر ونخرج ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. قبل ما نبدي بأي شيء، أخونا الفاضل والقس المحبوب القس جوزيف، أريدك أن ترفع الآرامية إلى عرش النعمة، لكن قبل كل شيء ترفع أهلنا وشعبنا العراقي المجروح إلى عرش النعمة. اللي دا يحدث في الموصل وفي العراق عامة، لكن أريد صلاة من أجل أنه شعبنا المجروح أن الرب يسوع المسيح يمد إيده ويشفي جراح وقلوب الكثيرين اللي انكسرت. من الأهالي والعوائل اللي تشردت واللي اضطهدت واللي لاقت الآلام والويلات من خلال هذه الحروب، اللي من خلال 40 سنة الشعب العراقي متألم. يا ريت ترفع العراق، ترفع الآرامية، ترفع سوريا، ترفع مصر وكل البلدان العربية إلى عرش النعمة. اسمي يسوع. آمين. اسمي يسوع. آمين. تفضل. أباركك يا رب وعظم اسمك، أنت الإله القدير وحدك، ملك الملوك ورب الأرباب. مكتوب ليس لعظمتك استقصاء يا رب، أنت النور الحقيقي الذي جاء إلى هذا العالم. أصلي باسم يسوع الناصري أن تمد يدك بالبركة على بلادنا في هذه الأيام يا رب. في هذه الأيام الصعبة المليئة بالحزن والألم والتعب، المليئة بالهجرة، المليئة بالنزوح والفقر والمرض، أصلي باسم يسوع الناصري أن تفتح يدك على العراق وتشبع كل حي رضا. آمين. تمد يدك يا رب بالحنان، بالحب، بالتعويض، بالبركة، بالشفاء. تمد يدك باسم فتاك القدوس يسوع، تصنع آيات ومعجزات لم تخطر على بال بشر. يا رب انت سامع الصلاة وإليك يأتي كل بني البشر. تدخل أيها السيد الصالح في كل المنطقة العربية، يتوقف نزيف الدماء يا رب باسم يسوع، كل ضلال وكل غش، كل ابتعاد عن الإله الحقيقي يا رب يتحول إلى عودة ورجوع في هذه الأيام. نعم يا رب الحصاد قد ابيض، أصلي باسم يسوع الناصري أن تأتي بفعلة، أن تبارك أيها السيد الرب الفعلة القائمين والخدام يا رب الممسوحين والمدعوين في تلك البلاد وفي كل مكان ليخدموا ملكوتك وشخصك أيها السيد. باسم يسوع الناصري بارك يا رب هذا المنبر، بارك هذه القناة أيها السيد الرب، بارك القائمين عليها، استخدمها بقوة بقيادة الروح القدس لمجد اسمك يا رب. سدد كل احتياج بحسب غناك في المجد. بارك هذا الاجتماع وهذا اللقاء، بارك كل من يشاهدنا الآن أيها السيد، المس القلوب، مجد فتاك القدوس يسوع. آمين. ليرتفع في وسطنا، ولك نعطي كل الشكر والحمد والتسبيح. آمين. باسم يسوع الناصري. آمين. 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 شكرا جزيلا قس جوزيف، الرب يباركك. شكرا. آمين. لندخل دياره بالتسبيح بالترنم. آمين. والترنيم. يعني أخ وسام، أنت دائما تقول اليوم شو نسوي نعلقها؟ أنت مو هيك تقول اليوم نعلقها؟ اليوم نعمة الرب من خلال بالروح. الترنيم الروح راح يعمل فينا الآن. آمين. آمين. أنا واثق إنه كثيرين في هذا الوقت بعدهم ما ذاقوا حلاوة الرب يسوع المسيح، دا يشاهدون، هم دا يشاهدون وقاعدين أمام الشاشة، لكن الكلمات الترنيمة تقول سلمت قلبي. آمين. خصصت حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي. أنت إذا اليوم بعدك ما اختبرت الرب يسوع المسيح في حياتك وقاعد فقط تشاهد ومستمتع بالبرنامج وبالكلمة وبالترنيم، لكن بعدك ما تعرف الإله الحقيقي، تعال وقل يا رب أنا أسلمك قلبي، أنا أسلمك ذاتي، أسلمك حياتي في هذا اليوم يا رب. أنت يا يسوع ادخل إلى قلبي وغير في قلبي وحياتي. أمين. والرب راح يغير في حياتك. أمين. تعال نصلي ورنم ويانا هذه الترنيمة أنت وجالس معنا الآن.
سلمت قلبي خصصت حبي قدمت ذاتي لك ومثل فرط رأفتك
امحو الخطا عني، امحو الخطا عني، ارحمني ارحمني مثل عظيم رحمتك يا خالق، ارحمني مثل عظيم رحمتك يا خالق، ارحمني ومثل فرط رافتي امحو الخطا عني، امحو الخطا عني، ارحمني ارحمني مثل عظيم رحمتك يا خالق، ارحمني اغسل كثيرا سيدي نفسي من الذنب، وهكذا خذ بيدي مطهرا قلبي، إني بإثمي عارف معترف جهرا، وهو أمامي واقف أنظره الدهر، خطا عني ارحمني ارحمني مثل عظيم رحمتك يا خالق، ارحمني أخطأت يا ربي إليك بالقول والفعل، والشر ما بين يديك صنعت فاصفح لي، قلبا نقيا طاهرا اخلقه يا مولاي، وروح عدل ظاهر جدده في أحشائي، خطا عني ارحمني ارحمني مثل عظيم رحمتك يا بارك. هاي الأصوات الملائكية، الرب يخليكم. الحلو سلمت قلبي، خصصت قلبي، واليوم الرب يدعونا في هذا اليوم، يا ابني أعطني قلبك. وين قلبك اليوم عزيزي المشاهد؟ هل هو على كنزك، على مالك، على أولادك؟ الرب يدعونا في هذا اليوم أن نعطي ونخصص قلبنا كله للرب. وأيضا عجبتني أنه أخضع لصوتك في كل حين. أنا أقول في هذا اليوم الرب صوته يرن في كل إذن مؤمن، اليوم يرن صوت الرب في إذنك عزيزي المشاهد، اذهب واعمل في كرمي. سمعنا أنه الحصاد بيض والحقول بيضت، لكن الفعلة هم قليلون. وإحنا هذه الأداة وهذه الوسيلة اللي الرب استخدمنا ورح يستخدمنا بيها لخلاص كثير من النفوس من خلال هذه الفضائية. ما هو دورك؟ أسألك، شنو هو دورك في هذا اليوم؟ هل تجددنا وتمددنا ونقعد هللويا تم الخلاص وكأنه العمل خلص؟ لكن عندنا عمل، يجب أن نعمل بجد وباجتهاد وليس برخاوة.
خلينا نعمل سوية. أمين. أنا أشكر أمين. الرب من أجلكم ومن أجل أخويا سيف، الرب يباركك. اليوم yes. مفتقدين أخونا ريان. Yes. أكيد قاعد يشاهدنا أكيد. الآن. أكيد بالأسبوع القادم. آمين. سؤالنا اليوم للقس المحبوب وأخونا الغالي القس جوزيف. نعم. كيف بدأت خدمتك؟ أنا اللي أعرفه أنه تكرس في كنيسة إنجيلية، ومثل ما أعرف أنه كنائسنا في العراق قليلة جدا فيها الكنائس الإنجيلية، لكن بعد ما صار السقوط سمعنا وده نسمع بأخبار أنه الكنائس الإنجيلية انتشرت بصورة أكبر وأوسع من قبل. فيا ريت كيف كانت عملية الكهنوت لشخصك في العراق وخدمتك في العراق؟ بالبداية أنا أحب أقول شكرا لهذه الفرصة المباركة أنه أنا موجود بين أهلي وبين أحبابي وبين صدقني شعبي. صدقني فرحانين بوجودك. وحس الأرامية هي ليست إلا قناة لكل عراقي آمين. مؤمن حقيقي لتصل برسالة الإنجيل إلى كل أبناء شعبنا في العراق، ليس فقط في العراق بل لكل عراقي موجود في العالم، وليس فقط لكل عراقي لكن لكل شخص يريد أن يسمع كلمة الحياة الأبدية. فهو امتياز وشرف إلي أن أكون في هذا المكان، امتياز أن أكون بين هذه العائلة والعائلة المباركة اللي موجودة حولي في هذا المكان. بالحقيقة أختنا الفاضلة، مثل ما يعرف الكثيرين أنه بعد سقوط النظام السابق بلشت الحركة الإنجيلية والخدمة الروحية تنمو في العراق بطريقة تختلف عن السابق. بالسابق مثل ما تعرفون كان أكو عدد محدود جدا، أو بالحقيقة كنيسة إنجيلية واحدة كنا كلتنا موجودين فيها بسبب قوانين النظام السابق، لكن بعد السقوط صار عندنا عدد من الكنائس الموجودة حاليا في بغداد واللي دا تخدم الرب بكل قوة واللي دا تخدم وتوصل رسالة الإنجيل لكل الناس الذين هم حولها. أنا بالنسبة إلي أنا ولدت الولادة الثانية في عام 1998، آمنت بالرب يسوع المسيح ربا وسيدا ومخلصا. نعم. بعد هذا اتفرغت للخدمة عام 2003 كراعي للشبيبة، ثم تمت سيامتي كقس في كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في بغداد عام 2009. نعم سيامتي كقس مساعد، وفي عام 2011 صرت القس الرئيسي للكنيسة في بغداد ورئيس كنائس الاتحاد في كل العراق. هذه هي رحلة الخدمة لحد الآن، واليوم احنا موجودين في بغداد، لازلت أنا وعائلتي زوجتي وأطفالي في بغداد نخدم رب المجد يسوع المسيح لأنه يستحق أن يخدم وأن يمجد في تلك البقعة من أرضنا الطيبة. آمين آمين، الرب يباركك ويستخدمك. آمين الرب يبارك في وسط شعبنا المسيح الموجود في العراق، رغم قلة المسيحيين الآن في العراق، لكن هل قطيع الصغير يمكن أن يكون قطيع كبير من خلال رجال أمناء له المجد، رجال يقفون في الثغر، رجال يستطيعون أن يشهدوا عن الرب يسوع المسيح في كل المسكونة. الله يبارك أختي الحبيبة، دائما رب المجد يسوع المسيح كان يستخدم الأقلية. نعم. عمر المسيحية ما انتشرت بالأكثرية، وستبقى المسيحية في هذا العالم، المسيحية الحقيقية هي الأقلية. نعم. لأن المسيح قال هذا الكلام، قال لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سر بأن يعطيكم الملكوت. نعم. قال أنتم ملح الأرض، والملح أقلية في أي طبخة الملح أقلية. صحيح. قال أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. 12 تلميذ. نعم. فتنوا كل المسكونة. صحيح. 12 تلميذ بالمقارنة مع المسكونة لا شيء، رقم لا يذكر، لكن رب المجد يستخدم القليل ليتمجد اسمه المبارك. آمين آمين، الرب يباركك. باركك، شكرا يا وسام.
يس. يلا عزيزي اشوف صوتك يعني مو ما راح اذهب انا قلت لك ما راح اذهب كل عليه. بالعكس نحب نسمع قاس جوزيف لان هو يوم انطاني يوم واحد. يا ريت اني اشجع المشاهد العزيز اذا كان عندك سؤال، اذا كان عندك استفسار، اذا كان عندك اختبار، اذا كان عندك كلمه تحب توجهها او طلب الصلاه، القاس جوزيف موجود. اي سؤال تحب مستعد أن نجاوب عليه أو يجاوب عليه القس جوزيف، لأنه مثل ما قال أخوي وسام أنه هذا اليوم إحنا محظوظين أن تكون في وسطنا. لا بالعكس، وإن الشرف أن تكون في وسطنا. الشرف بالعكس. الله يخليك يا وسام. يا ريت نشجع المشاهد حقيقة. خلي أقول لك إحنا وصلنا إلى 22,350,000 وبالإيمان. أكيد أكيد إحنا القناة من أول ما انفتحت إلى هذا اليوم هي بالإيمان ده تمشي. أكيد لكن باليوم بالإيمان أريدها وهي توصل. ما دام خدمة الرب والرب ده يشوفها إنه خدمة ده توصل إلى كثيرين، إذا كان من مسيحيين اسمين أو كان من خلفيات أخرى، لكن ما دام كلمته ده تنتشر راح يخليها تستمر حتى مجيء. آمين. فنحن واثقين واثقين بوعود الرب إنه وإحنا في كل سنة نقول إلى هنا عاننا الرب ويا ونصر. رب هذه خدمتك. نعم. تريدها تستمر راح تستمر، تريدها تتوقف راح تتوقف. فنحن نتركها للمؤمن اللي دا يشاهدنا في هذا الوقت، هل يحس انه هذه القناة هي خدمة حقيقية للرب يسوع المسيح؟ فأكيد راح يدعم وما راح يقصر في وقوفه مع قناة الآرامية. احنا واثقين كل هذه 11 سنة اللي استمروا بها راح يكملون معانا المعضدين العزيزين على قلبنا. امين. واحنا نريد من المشاهدين ان نسمع صوته من الان، كلمة تشجيع، كلمة الصلاة، دعم مادي، أي شيء. خلينا نسمع صوتك في هذا اليوم. يا ريت نسمع ترنيمة الآن. خلينا نقول ما تعلش الهم وما تخفشي، ربنا موجود، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي وما لهش حدود. تعال نرنمها والخطوط مفتوحة لأي شخص على قلبه أي شيء. احنا موجودين هنا أنا معاكم وسهرانين سهرة جلسة في حضرة الملك. من هو الملك؟ ربك وربي يسوع المسيح. آمين. فتعال واحضر معانا هذا الحضور الإلهي الرائع. أخت نادية عندك اتصال. عندنا اتصال. منو عندنا على الهواء؟ مساء الخير، بحكي معكم القس يعقوب قاطيش. يا أهلا وسهلا يا قس يعقوب ويمسيو. وين كنتوا؟ احنا مشتاقين نشوفك. مشتاقين صدقني قس يعقوب، يا ريت حابين نشوفك بوسطنا. أنا كنت حاب صديني بس شوي صار معي سور ثروت، لكن إن شاء الله بالمستقبل قريب بنعمة الرب. بنعمة الرب. يا ريت تشجع المشاهد العزيز يا قس يعقوب. آمين يا رب. حتى نحث القلوب لعمل الرب وخدمة الرب وديمومة واستمرارية الخدمة. يا ليت كل واحد بسمع. أنا بشجع جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين في كل مكان. نعم. إنهم باسم الرب يسوع إنهم يسمعوا كلمة الرب وبعدين يشجعوا الأرامية، لأنها الأرامية تحتاج أن تنشر رسالة الإنجيل في كل مكان في العالم. آمين. ونشكر الرب من أجلها ومن أجل هذه الخدمة المباركة اللي هي أول فضائية ابتدأت. نعم. عندنا في ميشيغان. yes. والرب yes. باركها بكل بركة. آمين. نعم. وأنا بشجع أخوي جوزيف القس جوزيف. نشكر الرب من أجله من أجل وجوده هون. حبيبي أخ جوزيف الله يخليك. ربي باركك. امتياز وشرف لي قسيس. الله يباركك. أنا متشرف بيكم وإحنا مبسوطين جدا إن أشكرك نعزمك وتكون معنا يوم الجمعة والسبت والأحد. شكرا قسيس. أنا بنعمة الرب راح نعلنها. السبت 7:30 والأحد الساعة 12 الظهر. الله يخليك. لكن تتكلم عنا بالكنيسة. أنا أتشرف قسيس والرب. أنا متوقع بركة غير عادية خلال هذه الأيام ومتوقع بركة لهذه القناة باسم رب المجد. العمل لن يتوقف، العمل سيستمر لأجل مجد اسم المسيح. آمين. فقط حبيبي. لأجل مجد اسم المسيح. على انك انت كنت مطرب. ها
أنا كنت مطرب بالسابق. نعم قبل الإيمان. وتغني ولا صوتك حلو بالترانيم كمان. الله يخليك. اليوم رح نخليه يرنم. يس يس. أنا أضيع بهاي الأصوات الحلوة أضيع. لا لا لا. أنا أشكر رب من أجل الأخ رسام، من أجل خدمته، من أجل عمله. حبيبي حبيبي ربي يبارك. وإحنا مبسوطين جدا بصوتك حبيبي، وأنا مشتاق نشوفك بالأسابيع الجاية معنا هون. آمين آمين. إن شاء الله منشوفكم. And we'll be praying، ونصلي من أجلكم بنعمة الرب حتى يكون هذا البرنامج برنامج مبارك جدا. آمين. حتى يوصل رسالة الإنجيل في كل مكان. آمين. الرب معكم ومعاك. الرب يباركك. سلام ونعمة الرب تكون وياك وتشفيك إلى تمام. يا حقيقة قس يعقوب بركة. أنا أقول دائما بركة وتبقى بركة. من أول يوم مع الآرامي. نعم نعم. الرب يباركك. عندنا اتصال ثاني. الأخ فائز، أهلا وسهلا، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. شكرا إلى قناة الآرامية على هذه الفرصة المتاحة. نعم. وتحية لكل الكادر وتحية للقس جوزيف فرانسيس. الله يخليك. بالحقيقة هي ظاهرة غير طبيعية أن نرى هذا الأخ الفاضل القس جوزيف فرانسيس في ولاية ميشيغان. بالحقيقة عندما أغلقت أكثر الأبواب في وجه المسيحيين في العراق، تظهر كنيسة إنجيلية بعد سقوط النظام السابق، وتبشر بالإنجيل وتربح الكثيرين. فهذه ظاهرة غير طبيعية. أقول للقس جوزيف فرانسيس كل التحية وكل الاحترام لك وكل التشجيع. شكرا. وأنت تعمل في أرض قاحلة، كأنه غير متوقع أبدا أنك تربح النفوس له المجد. ولكن الله يقول لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة. أمين. ينبغي أن آتي بتك فتكون رعية واحدة وراع واحد. أمين. والله على لسان ابنه الوحيد قال إن الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد إبراهيم. تحية لك أيها القس. الله يخليك. شكرا لك. ومزيد من التشجيع والدعم لك ولقناة الآرامية. شكرا. ونتمنى لك طيب الإقامة. شكرا. أشكرك. ومن ثم العودة للعراق. أشكرك. للاستمرار في الخدمة. نعم. وأنا متأكد أنه سوف تحصل معجزات على يدك ويد الذين هيأتهم معك في العمل في العراق، وسوف نتفاجأ في المستقبل بأخبار سارة باسم المسيح. آمين. شكرا. آمين. لكم وأشكركم. الله يبارك. شكرا. ربي يخليك. شكرا. أخونا فائز على هذه كلمات التشجيع، وإحنا واثقين أنه بركات الرب في كل مكان، لكن هناك خدام أمناء مثل ما تفضلت يعني يخدمون الرعية أنا دائما أقولها بالحق والاستقامة. له المجد يسوع. آمين. له آمين. كل المجد. هو يستحق، يستحق أن نخدمه بكل أمانة. آمين. هو إله صالح وأمين. الحياة لا تعني شيء، إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. له المجد يسوع. آمين. 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 وإحنا آمين. نقول ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود. وإحنا نشجع مشاهدينا باستراليا بنيوزيلندا أنه الآن إحنا على الهواء مباشرة. الآن الساعة 9:15 مساء بتوقيت نيويورك، يعني يمكم 1:15 الظهر في استراليا. نشجعكم بصلاة، إذا عندكم صلاة بأي سؤال، بأي كلمة تشجيع، بأي دعم تقدموه لخدمة الآرامية، نحن هنا الآن على الهواء مباشرة. نحب نسمع تشجيعكم. خلونا نرنم وتقول ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود لأن إلهك حي وما بينمشي وما لهش حدود. تعالوا رنم ويانا هذه الترنيمة. ربنا موجود.
ملوش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي ملوش حدود. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح بابه مش مسدود، ويا ريت تناديله ولما تجيله الشوق حيشيله وحيبقى ورود ربنا موجود. متقولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي ومالوش حدود. متقولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي ومالوش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي ومالوش حدود. لو ماسك فيه ومسلم ليه عمرك وعليه على طول مسنود، شرك يمحيه عمرك يبنيه، حالا تلاقيه ما بقاش مهدود ربك موجود. ما تعلش الهم ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي ومالوش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي ومالوش حدود. افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس. وكان في وسطينا حرام قدام عدونا انهزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من لصوص. يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس، بالدم شعبك تقدس، عمل صليبك يا مخلص واحنا جنالك نتخصص. شعب المسيح مفروس، وعشان كلامك انت الحق، وغير كلامك ما هوش حق، حنرفضه ونقول له لا وبالوصايا اللوم. يا عالي يا قدوس، يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك
جايين غرضنا تشكلنا، ده احنا عملك يا جبلنا، هنا كرامة هتعملنا بروحك القدوس، ونعيش عشان نخدم شخصك مجد وكرامة كل اسمك، شباب كتير يتكرس لك ويصير معك محظوظ. يا عالي يا قدوس، يا عالي يا خالق النفوس، يا قدوس شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس، جايين غرضنا تشكلنا، ده احنا عملك يا جبل كرامة هتعملنا بروحك القدوس، ونعيش عشان نخدم شخصك مجد وكرامة كل اسمك، شباب كتير يتكرس لك ويصير معك محظوظ. يا عالي يا قدوس، يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس، بيوت عبيدك تحفظها، تمد إيدك وتصونها، صوت الترنم يغمرها تجيب حضور ملموس. مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجائب وتحفظه في التجارب، وابليس يعود مفروس. يا عالي يا قدوس، يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس، فضينا منها أيدينا، لا تخصنا ولا هش لينا، بالتقوى وقدس تسيرا، ما هش غنى وفلوس، ولا احنا هنكلبش فيها وطئة قدم بنعديها، لكن قلوبنا بتبغيها عبرين بعزم ندوس. يا عالي يا قدوس، يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس، يا قدوس، يا قدوس، يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس. آمين آمين, آمين. فضينا منها أيدينا، لا تخصنا ولا هش لينا، بالتقوى وقدست السيرة، ما هيش غنى وفلوس. وأحلى شيء، ولا إحنا حنكلبش فيها، وطأة قدم حنعديها. أيامنا هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. وإحنا نقول للرب يسوع، ملي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض، لكن إحنا كبشر نحب أن نمتلك ونمتلك ونمتلك، وما نعرف أن نقدم شيء للرب يسوع اللي إجانا من أحلى سماء ونزل وتنازل ليخلصنا. إحنا البشر اللي كنا ضايعين في هذا العالم وتاهين في هذا العالم بالخطية والشر والزنا والفسق والدعارة والدهارة وكل أنواع الأشياء البشعة اللي كانت فينا، وهو القدوس الطاهر اللي هو ملك الملوك ورب الأرباب قبل أن يتنازل إلى عالمنا هذا.
من أجل من؟ من أجلي ومن أجلك. هل هذا الدم الغالي اللي نسفك على الصليب واللي يقول لا بفضة ولا بذهب اشترانه، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم. احنا هذا الدم اللي اشترانا به، هل نبخل عليه انه نقدم ذواتنا ونفوسنا وقلوبنا من اجل البقية اللي بعدها ما تعرفها ولا تعرف شخصه ولا تعرف محبته ولا تعرف القيمة اللي اجى من اجله؟ احنا نعرف هناك كثير، انا احكي عن الشعب المسيحي، يعرف الرب يسوع لكن ليس معرفة اختبارية، ليس معرفة قلبية. نعرف انه الرب اجى وتنازل ومات من اجلنا، وكل عيد نروح نصلي بالكنيسة ونطلع، لكن هل هو هذا عملنا؟ لا، عملنا ما يوقف الى هذا الحد. عزيزي المشاهد، انا ادعوك في هذا اليوم، ادعوك في هذا اليوم انه تجي وتنضم لنا في هذه الخدمة، دعوة سماوية من رب المجد، اذهبوا إلى العالم، خل نذهب ونبشر. كان يصنع ويجول ويعمل خير كله من أجلي ومن أجلك، خلينا نقدم جزء بسيط لهذا الرب اللي إجا من أجلنا ومن أجل عالمنا هذا. خلينا نقدم له جزء بسيط لهذه الفضائية حتى نكمل بدورنا، نكمل ونخلص كثير من النفوس. آمين. قس جوزيف، نعم، احنا انا دا اتكلم، اكيد الرب وضع على قلبك كلام حتى اكثر نجذب نفوس من هذا العالم وتعرف شخص الرب يسوع المسيح. العالم يعرفه معرفة كتابية، يمكن ماكو اختبارية، يعني يقول لك انا اقرا الكتاب المقدس، نعم، لكن المعرفة الاختبارية الحقيقية بالرب يسوع المسيح بعدها ما مختمرة كثير في كثير من النفوس. نعم، كثير من الإخوة والأخوات ورثوا المسيحية. نعم، يعني المسيحية هي عبارة عن ميراث من الآباء والأجداد، هو ولد بعائلة مسيحية فمن الطبيعي أن يصبح مسيحيا، لكن المسيحية بالحقيقة هي ليست ميراث وليست لغة وليست قومية ولا حتى المسيحية دين. المسيحية ليست ميراث وليست لغة وليس ولا قومية ولا دين، المسيحية حياة، نمط حياة. نعم، حياة. نعم، قال رب المجد يسوع المسيح: لم آتي لأعطيكم، جئت لأعطيهم حياة وليكن لهم ويكون لهم أفضل. أفضل. المسيح ما جاء حتى ينطينا دين ولا حتى يكون قومية ولا حتى يكون طائفة، حتى المسيح أراد ويريد أن يعطينا حياة. آمين. لكن احنا مرات كثيرة نتمسك بالمسيحية على أساس قومي أو ديني أو عرقي، ولكن المسيحية هي شخص المسيح. آمين. المسيح قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فالمسيحية هي ليست دين وليست قومية وليست لغة، هي حياة. ينبغي على كل إنسان أن يقبل هذه الحياة التي يعطيها رب المجد يسوع المسيح من خلال الكلمة المقدسة ومعونة الروح القدس. آمين. ليحيا حياة البر والقداسة والتقوى في ربنا يسوع المسيح. لأن بدون المسيح لا يمكن أنا أن أقاوم الجسد، لا يمكن أن أقاوم العالم، لا يمكن أن أقاوم التجارب التي يضعها الشيطان في حياتي، لكن في المسيح أستطيع كل شيء، مثل ما قال الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فالمسيحية حياة، حياة تختلف عن أي حياة أخرى يعيشها أي إنسان في أي وضع وتحت أي إرث أو تحت أي دين أو قومية. قبل ما أرجع عليك قس جوزيف، شجع المشاهد العزيز إذا عندك سؤال استفسار صلاة، إذا تحب أن نصلي من أجلك تعال ارفع سماعة التليفون، خلنا نسمع أصواتكم.
قس جوزيف. نعم. احنا نعرف انه العراق مر، شعبنا المسيحي والشعب العراقي مر بظروف قاسية وصعبة وبآلام واضطهادات، ومثل ما سمعنا تعب وحزن. نعم. أريد تعطيني اختبار، أريد ثلاث اختبارات منك. ثلاثة؟ ثلاثة. ما بيها ترك؟ سؤال ثلاثة ماكو ترك. بس إذا تحب أن تترك هذا طيب، يعني ده. تابع لك. أريد اختبار مر بحياتك مفرح، بحيث حسيت أنه الرب انطاك قوة ومعونة لشيء معين، أنه فرحت أنه أنجزت هذا العمل. نعم. وأريد اختبار أحزن قلبك ويعني وقفت أمامه محتار شو تسوي بهذا الموقف. طيب. وأريد اختبار أنه كيف أنت تتعامل مع الشعب المسيحي التعبان والحزين والمتألم من يجيك واحد ويعرض لك على مشكلة أو يحب معونة من عندك. أريدك تعطيني هالثلاث اختبارات. إذا نعم. إذا تريد نسويها على مراحل. نعم. كيف مرحلة تحكي بس وراها رح نخليك ترنم مثل ما قال. يس. إحنا على وعدنا ومع القسيس. طيب. يعقوب إنه ترنم لنا. الاختبار اللي شجعني واللي هو كان سبب حقيقة غير حياتي هو الانفجار اللي صار وياي في بغداد. من تعرضت سيارتي اللي كنت دا سوقها، كنت طالع من بيتي دا روح إلى الكنيسة، وتعرضت إلى انفجار رهيب. كل سيارتي تدمرت كليا، تدمرت كليا، وأنا كنت دا سوق السيارة داخل السيارة بداخل السيارة. نعم. وهذا يمكن اختبار أغلب إخواننا في بغداد، الإخوة في الكنيسة في العراق يعرف، وأيضا الأخوة اللي هم خارج العراق واللي كانوا ويانا قريبين من عندنا يعرفون أنه أنا كنت سايق سيارتي وصار الانفجار بسيارتي، وكل جزء بهذه السيارة كليا تدمر إلا المكان اللي أنا كنت جالس به. اللي صار أنه أنا فقدت النظر لثواني، وصرت أسمع صوت النساء والرجال خارج السيارة وهو يقول خطية، أكو شاب بهاي السيارة مات. وأني بيني وبين نفسي وأني مدى أقدر يعني أشوف ظلمة صارت، قمت أقول ويا نفسي وأنا داموت أنا داموت. نعم. لكن رجعت الرؤية مرة ثانية، فتحت الباب وطلعت من السيارة وصرت أركض بالشارع. لزمت أولي أن كانوا مرات شي يسوون يفجرون تفجير وراء التفجير الله ثاني. حتى إذا نعم. أول واحد ما فلت الثاني لازم يقضي على القضية. نعم. فأنا صرت أركض بالشارع وشفت شاب لزمته، قلت له الله يخليك بس احكي لي صار بوجهي شي بيا شي أنا احترق بيا شي. فجاوبني قال لي أبدا كل شيء ما بيك. كل اللي صار بهذا الانفجار أنه أنا وخرت القزاز ما السيارة من شعري، وكنت لابس سكارف كان شتاء، كنت لابس لفاف قطني، استقرت باللفاف القطني هذا 4 شظايا. أنت تعرفين الشظية يعني أي واحدة منهم كفيلة أنه تقطع رأسي لا محالة، لكن 4 شظايا استقرت. شنو السكارف هذا القطني؟ هو عبارة يستطيع أن يقف بوجه شظية من قنبلة؟ مستحيل. صحيح. مستحيل. لكن أنا بذاك اليوم يعني تأكدت أنه الله دعاني وأعطاني وقت إضافي، مو حتى أهرب من الدعوة، حتى أكمل الدعوة. آمين. الله قال لي بهذا الاختبار، قال لي جوزيف أنا معك، لا أهملك ولا أتركك. أنا عرفت وشفت وسمعت أنه الله معكم، ها أنا معكم كل الأيام وإلى قضاء الدهر. أنا مدى أحكي عن شيء هين، أنا دا أحكي عن شغلة صارت وياي أنا شخصيا في بغداد، في الخط الأمامي، في خط المواجهة. دائما أشارك الأخوة أقولهم صلونا إحنا بالخطوط الأمامية. نعم. نحن نواجه العدو وجها لوجه، وجودكم مهم حتى تصلون لأجل الكنيسة التي تواجه العدو. صار الانفجار اللي صار وياي شخصيا أنه أنا أكد الله الدعوة إلى حياتي، أنا وياك رغم كل الظروف
رغم كل الظروف أنا وياك. إذا الأسود ده تزقر فأنا رح أسد أفواه الأسود، وإذا الآتون محمى 7 أضعاف فأنا رح أكون معاك بالآتون. والله كان معايا في السيارة وقت التفجير، حفظني وحام عني حتى أكمل في خدمته، مو أهرب من خدمته. له كل المجد يسوع. هذا الاختبار غير، غير حياتي، غير طريقة تفكيري، غير أسلوب الخدمة اللي خدمتها، أسلوب الدعوة. هذه الأمور تغيرت عندي أنا شخصيا كجوزيف، وشجعت الإخوة في بغداد والكنيسة أيضا تشجعت بهذا الاختبار. يا قد جوزيف، الرب حال حول خائفيه وينجيه، وهو ينجيه. آمين. يعني ربنا أمين وربنا طيب. أمين أمين. يعني أنا أقولها دائما، دعوتك بعدها ما مخلصة يا قد جوزيف، لا بعد، والرب رح يكمل معك. هناك كثير من النفوس اللي محتاجة إلى كلمات ربنا يسوع المسيح، وإلى تشجيع حتى يعني يستمرون وينمون في النعمة والقامة بربنا يسوع المسيح. له المجد يسوع. آمين. له المجد يسوع. هسا رح أخليك تتوقف هذا أول اختبار، هسا رح أتعبك أكثر بترنيمة. ترنيمة. يس. 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 أي يعني أي ترنيمة؟ ترنيمة للوطن، لأي شيء. إحنا كنا ماخذين النشيد الوطني. يا ريت يا ريت. وأخذنا الكلمات القديمة وحطينا كلمات صلاة لأجل لأجل العراق ولأجل الوطن، فإذا تحبون. يس. يا ريت يا ريت. موطني موطني. المشاهدين شجعونا في هذا اليوم. بالفعل خطوطنا مفتوحة استراليا على 02-809-09355 أمريكا وكندا 248-416-1300. نريد نسمع منعتكم، نريد نسمع تشجيعكم. إحنا ما زلنا في موسم الحصاد، مثل ما قلت هذا البرنامج مباشر على الهواء، سمعنا صوتك، الريد أثناء الترنيمة تصلون معنا إلى وطننا العراق الحبيب الجريح اللي لحد هذا اليوم دا نسمع الأخبار اللي دا تألمنا كلتنا، إذا كنا بالخارج أو داخل الوطن. أكيد إحنا متألمين. ولو قاطعك إنه إحنا يعني أخونا جوزيف لأول مرة، ويعني هذا اليوم الوحيد اللي راح يكون ويانا. يس. خلينا نسمع صوتك، إذا عندك سؤال شجع شجع عمل الرب. إذا عندك شجع القس جوزيف اللي جانا من مكان من العراق، من مكان بعيدة، حتى يشاركنا فرحتنا هذه، واللي يحب أن يطلع ويشجع ويتكلم معاه، إحنا أهلا وسهلا بكم. تفضل القس جوزيف. سأراك يا عراق بالإيمان سالما منعما
وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما سأراك يا الله باسطا يداك باسطا يداك في موطني موطني. آمين. شكرا لذلك. شكرا هذه الصوت والموهبة اللي عندك. الله يخليك. شكرا ربي يخليك. الله يبارك. يا وسام أنا كنت متوقعة أنه راح تطلع معاه يعني كنت متوقعة يا كان لازم منه ومنه تطلعون سوية. خلينا نكمل البيت الثاني. يلا. موطني موطني كل شخص يلهف لرؤية المخلص في العراق في العراق أرضنا وشعبنا وكل ما هو لنا في حماك يا الله سأراك سأراك يا عراق سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما سأراك يا الله باسطا يداك باسطا يداك في موطني موطني. أصوات للرب يسوع المسيح وأكيد يدها راح تكون مبسوطة على الشعب يس. العراقي وعلى العراقيين أجمعين. آمين يا رب. آمين باسم آمين, يسوع. آمين. يعني تعبت مو؟ لا أبدا أنا مرتاح. لعد أرجع لك على الاختبار الثاني. الاختبار الصعب. نعم. اللي حقيقة مرينا به ككنيسة في العراق كان عام 2010 وعام 2014 حقيقة هما اختبارين متشابهين نوعا ما لكن كان له تأثير كبير على العراق. الاختبار الأول كان قصة سيدة النجاة وكارثة سيدة النجاة اللي هي تعتبر تيرنينج بوينت للمسيحية في العراق. يعني المسيحية قبل سيدة النجاة كانت شيء في العراق وبعد حادثة سيدة النجاة كانت شيء آخر. الحزن والألم والخوف والدمار والإرهاب والدم وقطع الرؤوس والمسيحيين وهجرة المسيحيين قبل سيدة النجاة كانت شيء وبعد سيدة النجاة شيء آخر. الكل صدم، الكل
رعب، الكل تأذى، الكل بكي، الكل حزن، الكل انكسر. المسيحية بعد حادثة سيدة النجاة في العراق انكسروا، حسوا أنه لا أمان ولا سلام ولا اطمئنان، ودخل الخوف لقلوب الجميع. ومن ضمن هؤلاء القصص والخدام والمؤمنين، وهذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها ولا نستطيع أن نخفيها، لأننا إذ أخفيناها سنكون غير أمناء وغير صادقين. صحيح. وأنا واحد من الخائفين، خفت. أنا رجل خادم، راعي كنيسة، صاحب عائلة، عندي زوجة، عندي أطفال، ومثل ما تعرفين أقاربنا بالخارج اطلعوا سافروا اتركوا روحوا لا تبقون لا كذا، وهذا الطبيعي، هذا الطبيعي. وهذا كان اختبار صعب، والناس كلها تسأل، الناس كلها تسأل ليش الله سمح، ليش الله سمح، ليش الله، وين كان الله، شون دخلوا للكنيسة، شون قتلوا القسان، شون قتلوا الناس، والناس تسأل تسأل، والسؤال يزداد، والتشويش يزداد، والخوف يزداد، والاضطراب يزداد. وانت كراعي كنيسة لازم يكون عندك جواب. صح. زين، انا اول شيء لازم انا اخذ الصوت الي. نعم. اسمع صوت الرب انا بالبداية حتى اقدر اشارك الاخرين. أريدك، دخلت في وقت صوم وصلاة لمدة 10 أيام، ما راح أنسى هذه الأيام أبدا، وبلشت أقول له يا رب اعطيني كلمة، أريد أعرف أبقى أسافر شو أسوي. أنا صار وياي اختبار بال2007، نعم، بس هذا الشوق صدمني، وصار التأثير قوي، وصارت الأصوات قوية، وصار أكو واقع صعب قدام عيونك، أنه ناس دخلوا إلى داخل الكنيسة، ناس قد صلي قتلوا القسان وقتلوا الناس وفجروا الكنيسة وحرقوا ودمروا، شيء رهيب رهيب. وبلشت أصلي، والناس تسألني خلال ال10 أيام وأنا ما عندي جواب، والشباب يجوني وأنا ما عندي جواب، والأخوة يسألوني وأنا ما عندي جواب، إلى أن جاوبني الرب من نحمية 6. ما رح أنسى هذا اليوم مطلقا. من نحمية جوي علينا قالوا له ترى أكو تهديد عليك، وناس مراضيين على بناء السور، انتبه أهرب القي لك حل. نحمية قال عبارة، قال أرجل مثلي يهرب؟ أرجل مثلي يهرب؟ وكأنه الرب أرسل لي هذه المعونة وهذه الرسالة إلى قلبي، أرجل مثلي يهرب؟ وقفت مرة ثانية، انتصبت من جديد وقلت لا كمل، ما رح أهرب، رح أكمل، اللي يريد يروح الله وياه، بس أنا بالنسبة لي رح أكمل. عندك استعداد تكمل وياي؟ إذا الرب داعيك ويريدك تكمل كمل، إذا تسافر تروح الله وياك، نصلي لك ونباركك، ما رح نمنعك، ما رح نقول لك لا، بس إحنا حنكمل، إحنا رح نكمل ورح نمجد المسيح. آمين. ورح يبقى اسم المسيح معلن في أرض العراق. آمين. أرض البركة، أرض البدايات، أرض إبراهيم وأرض دانيال، واللي كان بيه دانيال، واللي كان بيه نحمية، واللي كان بيه شدرخ وميشخ وعبدناغو، أرض مليانة بركات ومليانة خير، اسم المسيح رح يتمجد في هذا المكان. آمين. وكان هذا الشيء. ب2014 جتينا الصدمة، الضربة يعني قوية أخرى، اللي هي داعش والموصل. نعم. والأحداث اللي صارت بالموصل وطرد المسيحيين وتهجير المسيحيين من الموصل والقرى المحيطة بالموصل أيضا كانت صدمة قوية علينا، صدمة ليست سهلة علينا. وأيضا دخلنا نصلي مع بعض ككنيسة وكإخوة في هذا الوقت الصعب، وإحنا وكأنه من صار الاضطهاد بالموصل وكأنه أول اضطهاد دا يصير على المسيح، الرب قال ليش بيكم يا بعد، الكنيسة طول عمرها تضطهد ورح تبقى تضطهد. صحيح. من اليوم الأول من يسوع نفسه، يسوع نفسه كان نازح، كان مهجر. صح. هيرودس مراد يقتله. نعم. وظهر ملاك الرب إلى يوسف وقال له خذ يسوع ودينه إلى مصر. تهجر. نعم. تهجر من هو طفل، عمره 2 أخذته القديسة المباركة مريم العذراء ويوسف القديس وراحوا بينه إلى مصر، تهجر بسبب. صحيح. الاضطهاد، بسبب القتل، بسبب العنف، بسبب السيف. نعم. يسوع نفسه قال أنا تهجرت وأنا حاسس بالمهجرين، والكنيسة رح تبقى تضطهد. بأعمال الرسل إصحاح 4 والآية 29 شي يقول الكتاب؟ من تلاميذ من صار عليهم اضطهاد، قالوا للرب يا رب انظر إلى تهديداتهم
وامنح عبيدك. شنو دورنا؟ اذا انت راح تشوف تهديدات داعش واسلوب داعش وقتل داعش وبطش داعش وعنفوان داعش واجرام داعش، وامنح عبيدك. عبيدك شو يسوون؟ ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك بالشفاء، ولتجري آيات ومعجزات باسم فتاك القدوس يسوع. إذا نحن شهدنا، إذا نحن أكو تهديد، لكن بنفس الوقت إحنا لازم نكمل ونمجد اسم الرب. آمين. 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 ربي باركك. اختبار حلو، لكن خلي أخذ هذا الاتصال. أخونا يوسف أنت على الهواء مباشرة من جورجيا. ألو، تحياتي لكم جميعا. أهلا وسهلا. تحية خاصة لقز جوزيف. قز جوزيف حبيبي شلونك؟ الله يخليك أخ يوسف. عرفتني؟ عرفتك طبعا، عرفتك. أهلا وسهلا، شكرا. مشتاق لك هواية، أنت والكنيسة المباركة الرائعة. الله يخليك. الكنيسة اللي تربينا بيها، أخذنا منها تعليم ومحبة وبنيان. شكرا. روحي. شكرا. الكنيسة الولادة المرسلة اللي أرسلت خدام كثيرين إلى كل مكان بالعالم. تعرف صدقني البارحة كنت في طريق أنت والكنيسة مع قس مخلص راعي كنيستنا العربية. أمين. ما تنسون قس جوزيف أنتو. شكرا. يعني كنيسة مباركة ورائعة، هي موضع قدم المسيح في العراق، وواثقين أنه الرب راح يستخدمها هي وانت شخصيا وتحديدا بالعراق. انا شكرا. اشكرك من كلامك الرائع المليان بالايمان والمشجع. شلونك انت بعد هاي المقدمه الطويله؟ شلونك مستقلك هوايه؟ انا زين، بس انتم بارده عندكم هنا ماشي. لا احنا جورجيا، احنا جورجيا ربيع جو، يعني المواسم كلها معتدله مو مثل ميشيغان. احنا جو رائع عندنا ومنطقه جميله جدا. الله يخليك اخ يوسف، وانت دائما بركه وفي صلواتنا وعزيز على قلبنا كثير. الله يسلمك. أنا دائما أقول، أنا طبعا خدمتي هنا بين اللاجئين العراقيين والسوريين، ودائما أقول الرب متى ما يقول لي أنا، الرب هو اللي جابني هنا. بالبداية كنت شاك، بس بعد فترة من وجودي هنا عرفت أنه كانت دعوة الرب. بس هسه دائما أقول متى ما يقول لي الرب ارجع، أنا مستعد، أنا في خدمة الرب، وأكيد مكاني موجود بينكم. لو لا موجود ومنتظريك دائما. الباب مفتوح والمكان موجود. أرجوك أمانة عليك سلم لي على الكنيسة. صار. كلها أنا أحبكم جدا. صار. مستحيل أنساكم، خصوصا المجموعة اللي كنت أنا أجتمع معها، اللي تربيت بوسطها. أشكرك قسيس، أشكر كنيسة الاتحاد على شكرا. كل ما سوته إلي والكل اللي كنا بيها. الكنيسة هاي ولادة بالمناسبة. نعم. مهما يطلع منها رح يجيها آخر، رح تمتلئ، تكون ممتلئة دائما. آمين. وأنا أشهد بشيء، لما الرب يريد يبني كنيسة يضع عليها راعي. yes. أنا دائما أقول هذا الكلام. آمين. الرب استخدمك وراح يستخدمك بهاي الكنيسة المباركة الرائعة في العراق. خلينا دائما بصلواتك أرجوك. آمين. في صلواتك وتحياتي للكنيسة. في ملء البركة والنعمة أخونا الحبيب. الله يبارك. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا. شكرا حبيبي. شكرا. مع السلامة. أشكر الرب من أجلك أخونا يوسف على هذا الاتصال وعلى هذا التشجيع. شوف محبة الرب من تنزرع في قلوبنا. yes. لبعضنا البعض، تلهب قلوبنا بهذه المحبة من أجل أن نخدم، من أجل أن نحب بعضنا البعض بروح المحبة، بروح الوداعة، بروح الاتضاع، بروح الفرح والسلام. أمين. اللي اتعلمناه من ربنا يسوع المسيح. أمين. 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 له المجد. له المجد. راح نعطيك استراحة ونرجع. نوجه يا وسام. يا خلينا نزيد المسيح تسبيح. ونعلي الإله بالنغم. آمين. ونادوا الأبطال أبطاله يمشوا بصليب قدامكم. تعال نزيد المسيح تسبيح في هذا اليوم. تعال وخلينا نصلي معاك في هذا اليوم. أنت أكيد قاعد الآن أمام الشاشة، يمكن عليك هموم كثيرة، مشاكل العمل، مشاكل البيت، العائلة، مشاكل كثيرة، لكن حلال المشاكل ده ينتظرك في هذا. آمين. اليوم رب يسوع المسيح. آمين. احل كل مشاكلك. آمين. فتعال في هذا اليوم، تعال نصلي من أجلك. خطوطنا مفتوحة. استراليا نحب نسمع من عندكم، ونيوزيلندا في هذا الوقت قاعدين وده تشاهدون، ومكتوب على الشاشة الرقم، ومكتوب حملة موسم الحصاد بالشكر والتسبيح. فتعال نشكر الرب ونسبح اسم الرب في هذا الوقت، وانت اشكره على اللي عمله في حياتك وغير في حياتك، إذا كان من خلال هذه القناة أو باختبارات كثيرة مرت معك في حياتك.
تعال نسمع صوتك في هذا اليوم، احنا موجودين على الهواء مباشرة، وخلونا نزيد المسيح تسبيح. بارككم يا أحباب الرب. آمين آمين. بس أرجع، بس أريد أقول أنه خدمة الرب هي مكلفة. نعم.
وقال لنا الطريق هو كرب والباب ضيق. ضيق نعم. يعني ما من نفكر انه طريق سهل، لكن اللي مر به العراقيين واهلنا واحبابنا وشعبنا، وايضا انا اتكلم عن مو بس شعبي، شعب سوريا مر بنفس الظروف، نعم. الشعب المصري مر بنفس الظروف، نعم. ليبيا مرت بنفس الظروف، كل البلدان العربية، لكن الأكثر البلدين اللي ضرروا هو العراق وسوريا، نعم. لكن الشعب العراقي لا يزال مضطهد أكثر من الباقي. الاختبار الثالث اللي خلاك توقف أمام ناس، هذا الثالث واحد كان إيه؟ إنه إجاك وما عرفت شو تسوي. إجاك يا رب مجموعة من الناس وظليت محتار ما تعرف شو تقول. نعم، بالحقيقة هو هذا يعني مرتبط كثيرا بالأحداث اللي موجودة في منطقتنا بالعراق، إنه موضوع النازحين والمهجرين اللي جوينا من موصل ومن القرى وقت اللي صار دخول داعش إلى الموصل، بالبداية كانت صدمة لأن أعداد رهيبة تركوا الموصل، مو بس الموصل، الموصل والقرى المحيطة، فكنا في حيرة من أمرنا شلون رح نقدر نوقف ونساعد ونخدم هذه الأعداد الهائلة. لكن نشكر الله من أجل الناس اللي الله ثقل على قلبه وساعدت ودعمت ووقفت ويا الكنيسة في العراق من أجل مساعدة هذه العوائل المحتاجة والمتعففة. مرات كثيرة يا أختي الحبيبة كنت أقف صامت، لا أستطيع أن أعلق بكلمة أمام القصص اللي كنا نسمعها لعوائلنا وإخواننا وحبايبنا اللي تهجروا من مناطق مختلفة من العراق. نعم. ما عندي أي كلمة أقدر أقولها غير أنه بعد ما يطلعون من الكنيسة وبعد ما يطلعون من مكتبي أنه أقعد أصلي من أجلهم. ما عندي أي كلمة، مرات كثير الصمت يكون أبلغ من الكلام في نعم. مواقف معينة محتاجة أنه تسكتين ما تحكين شيء، صلين بس لأجل الناس. مرات كثيرة مريت بمواجهة أشخاص وشفت أشخاص حقيقة ما أقدر أجاوبهم على تساؤلات كثيرة، لكن أبقى أقول كلمة واحدة أنه الرب صالح، واللي صار بالموصل مو بسبب الرب، الرب صالح. آمين. وهذا اللي صار باسم الله هذا مو الإله الحقيقي، هذا تزوير. نعم. هذا غش، هذا الشيطان. نعم. بنفسه هو اللي قام بالقتل والإرهاب والعنف والدموية، كل هذا مو إله حقيقي. الإله الحقيقي مو اللي يقطع أعناق، مو اللي يقطع أرزاق. الإله الحقيقي هو الإله اللي يحب، محب. نعم. إله محب. الإله المحب ما يريدنا نموت من أجله. نعم. الإله المحب هو بنفسه ما. مات من أجلنا على الصليب. نعم. فرق بين الأنانية والمحبة. نعم. لهذا أختي الحبيبة مرات كثيرة كانت العبارة اللي أبقى أقول أنه الرب صالح والرب إله عادل، رح يجي يوم والرب ينتقم لأن قال لي النقمة أنا أجازي قال رب الجنود. آمين. نعم. هذه من المواقف اللي كنا بيها نحتار أسئلة، عندنا قصص يعني يندى لها الجبين ويشيب لها الشعر، قصص عن عوائل، عن بنت حرقت نفسها حتى داعش لا يعتدون عليها، أو بنت أخرى كانت تتزوج وتتطلق 8 مرات بالليلة بحسب الأحكام اللي جت بينه داعش وغير داعش من هذه المنظمات الإرهابية. قصص ما تعرفين شو تجاوبين، ما تعرفين شو تقولين. هاي اللي قطعوا رأس زوجة، أنا سوري دا أحكي بس لازم أحكي حتى الشعب يعرف. نعم. الكنيسة في العراق ماذا تواجه وشون لازم الشعب اللي موجود هنا شون لازم يصلي من أجل الكنيسة. نعم. ومن أجل العراق. اللي قطعوا رأس زوجة، اللي قد تنهزم وبسبب الرمي قتل ابن عمره 10 سنوات، وغيره وغيره وغيره، مئات القصص اللي بيها ما تعرفين تسوين أي شيء ولا تعلقين أي تعليق،
غير أنه تركعين على هاي الركبة وتصلين من أجل بلادك الله. والبلاد الأخرى الله. ما عندنا أي كلام غير الصلاة إلى رب المجد، بس نقول هو صالح اللي دا يصير مو بسبب أبد رحمته أمين. مو بسبب الله، لكن بسبب الشر اللي موجود في هذا العالم، والعالم وضع في الشرير. نعم. يعني حقيقة شيء محزن، وليس بس تدمع العيون عليه لكن القلب. صدقني قز جوزيف، كنا نبكي بدموع ونرفع الأيادي ونركع ونصلي من أجل أمين. شعبنا العراقي أمين. الجريح أمين. من أجل الكنائس الموجودة هناك أمين. صلونا بقوا صلونا نعم. لا تبطلوا صلاة، لأن نعم. صلاتكم تخلق فرق في المناخ أمين. الروحي في هذا البلد. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل البشر، وإحنا رايحين له بآلامنا بجروحنا بكل أتعابنا هو يشفي. اللي يشفي أمين. في وقته هو يسرع به. أمين أمين أمين, آمين. وسام اليوم ماكو تشجيع لا نيوزيلندا ولا استراليا، جايين بالطريق يعني. لا التشجيع موجود من المشاهدين، أنا على قلبي أسمع الآن المشاهدين دا يشاهدون بهذا الوقت يسمعون هذا الكلام عن اللي دا تعاني الكنيسة في العراق والشعب بالعراق. قس جوزيف، احنا الاتصالات اللي تجينا من مهجرين اللي الآن بالشمال أغلبهم من دا نقول لهم انه بعد التحرير بنعمة الرب، انه بعد ما تتحرر الموصل، يقولون بعد من المستحيل نرجع الى بيوتنا وكنائسنا، لأن خلص انعدمت الثقة في قلوبنا، انعدمت حياتنا، راحت تهدمت. هل الكنيسة راح يكون لها دور؟ هل الكنيسة لها دور في هذا الوقت مع المهجرين هناك؟ طبعا الكنيسة من اللحظة الأولى اللي صار بي التهجير، الكنيسة كان لها دور، ووقفت مع المهجرين ومع العوائل النازحة وساعدت واشتغلت على بشكل نفير عام. الكنيسة بطاقاتها بخدامه بخادماته، الكل كان دا يشتغل لأجل تأمين حياة العوائل النازحة من اللحظة الأولى اللي صار بيها سقوط الموصل والقرى المحيطة. لكن أنا أتفق أنه معاك بأنه نعم العوائل النازحة والمهجرة فقدت الثقة بالعودة إلى الموصل بسبب للأسف بعض الناس من أهالي الموصل الذين انصاعوا وانساقوا خلف داعش ومطامع داعش. مثلا كثير مثلا من الإخوة اللي بالموصل كانوا يأشرون على بيوت المسيحيين ويقولوا هذا البيت بينو نصغاني، هذا البيت بينو نصغاني، هذا البيت على مود يحطون نون حتى يعود بالتالي هذا البيت إلى ممتلكات الدولة الإسلامية في ذلك في الموصل. نعم أنا أتفق وياك وأقول لك فعلا أكو ناس فقدت الثقة وما تحب بعد ترجع إلى الموصل مطلقا بأي شكل من الأشكال، وكأنه بلشت حياة جديدة، نيو تشابتر خلينا نقول بحياتهم، بعد ما يريدون يفكرون بالوراء، ننسى ما وراء ونمتد إلى قدام. بعد ما خصنا الموصل محطة أو فترة من حياتنا وانتهت. وأكو ناس لا عندهم أمل بالعودة، خاصة بعض المسيحيين إلى القرى الموجودة حول مدينة الموصل. احنا نصلي، احنا نصلي انه بالعكس الكنيسة ترجع في الموصل يا وفي كل القرى اللي حول الموصل، ويرجع الشعب وتقف الكنيسة من جديد على رجليها باسم يسوع المسيح. صح الصور اللي ظهرت البارحة في احد البرامج كان عندنا مع استاذ كمال يلدو، صور مؤلمة بالفعل على البيوت اللي احترقت، البيوت اللي تفجرت، البيوت اللي انسرق كل شيء من عندها. فيقول لك اكيد المسيحي انا على شنو بعد ارجع الى بيت، الى لا بيتي ولا غراضي موجودة، ويلقى اساسا سواها تراب اللي كنت بانيها، وترجع غير شيء يطلع عنا غير داعش. بالفعل yeah. بالفعل شيء مؤلم، مؤلم فعلا. هل هناك نفوس قبلت الرب يسوع المسيح بعد دخول داعش، أم بقت الحالة على ما هي؟ يعني لأنه نعرف إحنا كل اضطهاد يكون وراء ماكو مجد إذا ماكو ألم. نعم. ماكو مجد إذا ماكو اضطهاد، فأكيد الرب كان معد خطة لبعض من الناس حتى يرقيم إلى مستوى أرقى
من اللي كانوا فيه. نعم بالحقيقة نعم بعد داعش ناس كثيرة ابتدأت تبحث عن الحق. حلو. ناس كثيرة ابتدأت تفتش في التاريخ. هل من غير يعني طوائف أخرى؟ نعم من طوائف أخرى من أديان أخرى ابتدأوا يبحثون عن الحق. الله موجود بس أكيد هذا الإله الموجود يختلف عن الإله عن إله داعش. فابتدأوا يبحثون عن الإله الحقيقي. حقيقي نعم. فإحنا ككنيسة فتحنا الأبواب للجميع. تعالوا نقل لكم من هو الإله الحقيقي. بيوحنا 17 والآية 3 شي يقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وفعلا قمنا نقول للناس يابا هذا هو الإله الحقيقي المحب المحب لبني البشر. آمين. مو القاتل لبني البشر. آمين. نعم. ربي يبارك. عندنا أختنا رنا أهلا وسهلا فيك. عندنا اتصال على الهواء. مساء الخير. مساء الخيرات أختنا رنا. وياكم رنا غورغيس من ميشيغان. يا أهلا وسهلا رنا. أرحب بكم جميعا وأرحب براعي كنيستي الأولى كنيسة الاتحاد القس جوزيف فرانسيس نورتنا. شكرا شكرا رنا أشكرك على اتصالك حبيبي الله يباركك حبيبي القسيس. طبعا أصلي أنه الرب يحافظ عليك وعلى كنيستي وتحياتي لكم كلكم بالكنيسة. شكرا مشتاقتكم هواية حبيبي. وإحنا مشتاقين لك. ومثل ما الرب حفظك ب 2007 وأحب أقول أنه أنا كنت شاهد عيان كنت موجودة في مبنى الإذاعة اللي هو ضمن مبنى الكنيسة. صح. والرب حفظك وحفظ كتابك المقدس. صحيح صحيح. وفعلا يعني منظر السيارة كان يشهد موجود لأيام كثيرة في الكنيسة يعني. صح. وشلون الرب كان مباركنا وفي أيام الضيقة وأصعب أيام كانت أحلى أيام لأن هي مبارك. أحلى أيام ذقنا بها مجد الرب. وفعلا ما أنسى أنه بداية الطعام الروحي اللي أخذته في الكنيسة. أشكركم كلكم ورب يبارككم ونورتنا هواية. شكرا رنا. شكرا حبيبي الله يباركك وتحياتي لزوجك العزيز وهو يريد يسلم عليك ويحييكم كلكم. شكرا جزيلا. خلينا نسمع. أنا لقيت نورتنا في ميتشيغان. مبسوط أول أنا تعرفت على حضرتك كان يمكن يوم الثلاث. شكرا. أنا الكسيس وكنت عايز على قلبي بس أقول لك إن إحنا بنصلي من أجل العراق ومن أجل إن الرب يحميك كده وترجع بالسلامة. شكرا الله يخليك. وبنصلي كمان ان الرب يعمل نهضة غير عادية تكون حضرتك مستخدم فيها يا رب يسوع وتكون ممسوح مسحة غير عادية من الرب شعب العراق كله. امين لمجد المسيح. وصدقني من ساعة مرانا وما قالت لي يعني الذكريات الجميلة واللي عاشتها مع حضرتك والإخوة في العراق يمكن تشجعت قوي ان انا حتى اتكلم معك شخصيا. كنت مبسوط ان انا اتعرف عليك اكتر. شكرا الي الشرف. وتعيش اسيس وتروح كده وترجع بالسلامة. وبصلي كده طبعا انا مش عارف طبعا اول مرة اتكلم في الارامية طبعا انا اعرفه يمكن اختي اسيل اللي موجودة فانا بصلي ان الرب كده فبصلي كده ان الرب يديكوا قوة ويسدد كده احتياجاتك كده القناة باسم يسوع ورب يعمل نقلة جديدة في هذه القناة الجميلة اللي ممكن تكون سبب بركة وامتداد مش للعراق بس لكل الشعب العربي في الميدل ايست كله. وهنحط من النهاردة القناة الأرامية في صلاتنا مش عايز اطول عليكم يعني تكون في مسحة جديدة للقناة ومسحة لحضرتك أكثر وأكثر في الأيام اللي جاية. شكرا. وتكون كده خدمة غير عادية بدأت في ميتشيغان وتروح كده من هنا لحد العراق تعلن مجد الرب في كل الكنائس اللي هناك وخصوصا في وسط الناس كلها اللي عايشة هناك. متشكرين شفناك تاني ونحاول نقابلك تاني وربنا يبارككم كلكم. أمين ربي باركك. أشكرك ربي باركك. شكرا جزيلا أخونا رفيق وأختنا رنا على هذه كلمات المحبة وكلمات التشجيع اللي شجعتوا بها قس جوزيف وبنفس الوقت شجعتونا إحنا في الفضائية الآرامية اللي بنعمة الرب راح تمتد إلى أقصى العالم ليس إلى بس مثل ما قالوا
اكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. وفي أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض، إحنا نطلع ونكرز إلى أقصى الأرض إلى أن يأتي ربنا يسوع المسيح. وأنا أشجع أنه اللي ما يعرف أنه القس جوزيف رح يكون 3 أيام في كنيسة يسوع نور العالم، في حقيقة الموقع بالضبط ما أعرف، لكن 13 وديكوندر يوم الجمعة 7:30، يوم السبت 7:30، ويوم الأحد 12:00 ظهرا. فالرب يبارك أهل وينزر وأهل ميشيغان. نعم اللي موجود ويحب أن يشارك ويسمع الاختبارات الجميلة اللي دا نسمعها الآن، يمكن أن تشوفون أكثر المزيد رح يكون في هذه الأيام 3. وعندنا اتصال من أخونا جوزيف من كندا. أهلا وسهلا بك أخونا جوزيف. مساء الخير. مساء النعم والبركات السماوية والأرضية. تسلمي، شكرا جزيلا، ربي يبارككم ويبارك أيضا. جدا رائع. Thank you. فرصة سعيدة إنه حضرنا جوزيف. نعم. شلونك جوزيف؟ جوزيف ابن عمك يتكلم وياك. هذا ابن عمي من كندا. طبعا فرق الوقت ما نقدر نحكي وياه ببغداد، فصار من كندا نخابره. جوزيف شكرا على الاتصال حبيبي، مشتاق لك كثير. طبعا فرصة سعيدة، ولو حضرت البرنامج متأخر بس كلش فرحت انه موجود انت هنا بمشيغان. شكرا كنت حبيبي. اتمنى انه اعرف قبل على مود نتشاوف. اشكرك حبيبي. صار فترة بعيدة ما متشوفين، ربي يباركك. يلا الآرامية جماعتنا. ويبارك الكنيسة. شكرا جوزيف، شكرا حبيبي. احييك واحيي جهود الآرامية والكادر، وصوتك وسام اليوم روعة، كان روعة. حبيبي جوزيف. جوزيف هو ابن عمي ويصير زوج أخته الوسام. yes. إيه. Oh, وسلم لي على جميلة كثير وعلى أولاد وبوسقياها. جميلة. كثير سلم لي على عدي وكلكم والأولاد وقبلاتنا للجميع وللعائلة. شكرا حبيبي. وسلامنا للجميع للكنيسة، كنيسة الاتحاد المبارك. الله يباركك حبيبي. كل الكنائس إن شاء الله دائما تكون مباركة باسم يسوع. آمين. شكرا آمين. جوزيف ورب على اتصالك. ورب يقويكم على خدمتك الرائعة، ودائما هي الكنيسة قوية بيكم وبوجودكم. الله يباركك. شكرا حبيبي، تسلم لي يا غالي. سلامي للجميع. سلامي. أشكرك أشكرك جوزيف. شكرا رب حبيبي. يباركك يا أخونا جوزيف وأختنا الغالية جميلة. الرب يعني أكيد حاضر وعارف محبتكم اتجاه هذه الفضائية واتجاه القس جوزيف. الرب يبارككم. غاليين علينا. غاليين. لذلك هسه نحب أن نسمع صوتك مرة ثانية. يا مرة ثانية؟ يس يس. احنا اليوم يعني احنا العصارة اليوم نعصرها تمام. بس انت معتبر اصوات بداعة. موجودة دائما، موجودة دائما، لكن انت يعني طولة العمر والصحة والعافية، نشوفك في مرات قادمة، نحب ان نسمع اكثر اليوم. اوكي. شنو على قلبك؟ انا احب ترنيمة هاتي بطيبي يعني. حلو. يلا هاتي بطيبي. امين. هاتي بطيبي. شارك ابني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوك في كليلك، واتكي أن رأسي على صدرك، إذ كسرت قلبك
من أجلي أنا قارورة الطين أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك وكل شهوتي في مجدك دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تبذل فرصة وينتهي الزمان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فتاه الأوان هأتي بطيبي فوق شعرك ابني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوكي في إكليلك واتكي أن راسي على صدرك دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن. هاي هي الفرصة الآن عزيزي المشاهد، تعال أكرم الرب، تعال أرفع اسم الرب، اسم الرب اللي دعي علينا. خلينا نكرمه في هذه الأيام المباركة، خلينا نمجده في هذا اليوم. عندنا اتصال من أختنا نادية من نيوزيلندا، وأكيد نعرف أختنا نادية رح تمجد اسم الرب الآن. تفضلي أختنا نادية. امين امين اخت ناديه، شكرا لك وسلام الرب معاكم. حي سلام الرب معاكي. الله يخليك، فرحانه اشوفك على التلفزيون. الله انا حسب ما اتذكر احنا التقينا في مؤتمرين يمكن في الاردن، يمكن كانت 2004 2005 انا ما اتذكر يعني الوقت بالضبط. او كانت اوقات مباركه قضيناها مع كنيستكم. الله يخليك، مع اخ غسان وانت، وكان كثير اكو اخ بسام، انا حسب ما اتذكر. الله يخليك، شكرا. يا واختي نائله انت تعرفها كل الزين، هي خادمه عندكم في كنيستكم كانت. نعم نعم. يا هي باستراليا. بس انا حبيت يعني اشجع محبتك وصمودك امام كل مقايد ابليس. شكرا. وكل اضطهاد. شكرا. لانه احنا نعرف ان الاضطهاد هو يعني يقول الى تمجيد الرب. والكنيسه المجد. اكيد سواء في العراق او اي في مكان في العالم راح تزداد قوه وانتشارا، لانه الايمان المسيحي خالد لا يموت ابدا. نعم. وابواب الجحيم لن تقوى عليها كما قال الرب يسوع. انتم قابلتم الاضطهاد بفرح، ويمكن جاتكم وحك اكثر ايمانا انه انت تخدمون الرب رغم كل الامور اللي انت تحدثت عنها، واللي يمكن احنا نعرف اكثر اكو اشياء اكثر من هذه. اظهر هذا الاضطهاد في العراق للمسيحيين شرود امناء للمسيح مثلك جوزيف ومثل كثير اكيد خدام الرب اللي ما زالوا يعملون وايضا صامدين رغم كل الترهيب اللي موجود في العراق. له المجد. احنا متاكدين ان الرب راح يعمل معاكم وراح تفقد كل ضربات يوجهها عدو الخير للكنيسه لانه الرب هو له كل السلطان والقوه والقدره. أمين. ومثل ما قلنا ابواب الجحيم لا تقوى عليها. راح يبقى خدام الرب يجولون مبشرين بالحق، راح تكون راح يجولون مبشرين بالحق بالعراق كله وتنتشر يسوع. كلمة الرب يسوع وتكون باسم العراق للرب يسوع والكرازة باسم المسيح إنه هو الطريق والحق والحياة. صلونا. رب يبارككم يعطيكم نعمة وبركة. اذكرونا في صلواتكم دائما. آمين آمين. الرب يحفظكم يسيج من حواليكم ويحفظكم في كل شكرا. وقت من كل مكايد إبليس. شكرا. وتكونون دائما بسلام وخير أنتم وعوائلكم وكل المسيحيين. شكرا. آمين. الله يبارك. شكرا. الرب يبارك يا أختنا نادي على هذا التشجيع، وفعلا ما أقرب الدرب وأضيق الطريق.
الذين يدخلون منهم قليلون لكن ما أوسع الباب اللي يدخلون منهم كثيرون. نعم نعم. فهناك لازم بقية تقية تخاف الرب. صح. تعلن مجد الرب، تعلن اسم الرب. هو لن يترك نفسه بلا شاهد. آمين. آمين. أختنا أسيل. ما طلع صوتها. اليوم ما طالع صوتها لا بالحكي ولا كثير لا الرب يباركي. وراح يباركي أكثر وأكثر. إذا أكو شيء على قلبك تحبين أن توجهين للمشاهد حتى يعني راح نشجع. ناخذ ترنيمة بعد. يعني مو نعم. إنه يا. راح ناخذ ترنيمه بعد أكيد. يعني احنا نشجع المشاهد انه احنا قاعدين بعد عندنا 10 دقائق 10 دقائق يس. لازم نسمع اصواتكم اعزائنا المشاهدين 10 دقائق نسمع قليل من اختنا وبعدين يا ريت نقدر نكمل الحديث كل الشيق مع القس وزيف كنا حابين ان نسمع اكثر واكثر لكن شكرا. اكيد الايام الجايه اكثر باسم الرب يسوع المسيح يرتب لنا اوقات انه نقعد هذه القاعدة سوية ونسمع أكثر يا رب. تفضلي خداسيه. أشكر رب من أجل هذه الفرصة المباركة مع القسيس جوزيف تعرفنا عليك. شكرا جزيلا. نشكر رب من أجل الآرامية اللي طبعا هي بيتنا الثاني وأحب أشجع كل المشاهدين الكرام كل حبايبنا المؤمنين اللي دا يشاهدون قناة الآرامية محتاجة إلى صلواتكم أولا ودعمكم المادي طبعا وحتى تنتشر كلمة الرب لكل المسكونة. آمين. ربي يبارك. بارككم. وسام تريد نرنم لو. يلا خلينا نرجع على. قز نرنم وبعدين قز جوزيف نكمل الحديث. الحديث. يس. خلونا نقول حي هو الرب إلهي. نحب نسمع أصواتكم بالفعل إحنا موجودين لكن إذا الآن إجا اتصال وشجعنا أخت نادية. إيه. احنا وعد 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 راح تبقى ورا هالبرنامج بوحدك لا مو بوحدي انت وسيف انا معلق واحد وياي زين نكون نقضي نصف ساعه فقط ترنيم وتسبيح يعني مع المشاهدين حلو. لكن نحب نسمع اتصال في هذا الوقت بالفعل يشجعنا متصل او اخت او اخ دا يشاهدنا من استراليا من وين مكان امريكا كندا يشجعنا في هذا الوقت حتى بعدين نقدر نكون في برنامج آخر فأنا أشجعك في هذا الوقت أن ترفع السماعة وتقول أنا معضد لقناة الآرامية الآرامية هي رسالة من الرب يسوع المسيح لتوصل إلى كل بيت بيوت الشرق الأوسط في هذا اليوم بحاجة إلى هذه الرسالة الشرق الأوسط بحاجة إلى أنه نكون معاهم بالوضع اللي دايعيشوه بالإيمان أكو كثير من الناس ما عندهم هذا الإيمان القوي حتى يتشددون بإيمانهم كثير من الناس بعدهم ما سمعوا بكلمة الرب يسوع المسيح حتى توصلهم هذه الكلمة من خلال دعمك ومن خلال عطائك آرامية راح تستمر في خدمتها في الشرق الأوسط فأنا أشجعك أنه أنت تكون شريك في هذه الخدمة شريك في خلاص النفوس فتعال واتصل بهذا الوقت ومثل ما قلت وعد أمام كل مشاهد في هذا الوقت أنه يكون عندنا برنامج ترنيم وتسبيح بعد هذا البرنامج إذا سمعنا اتصال شجعنا بالفعل في نهاية الحلقة خلونا نقول حي هو الرب إله لنا واقف قدامه حي سيد الملك اللي احنا نعيش خدام لهذا الملك فتعال وكون خادم معانا في حقله هو الآرامية هي حقل فأنت تعال وكون خادم معانا في هذا الحقل خلونا نرنم الترنيمة حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه من شين كان ولا من مخلوق مهما كان لأنا خايف من شين كان ولا من مخلوق مهما كان ولا محتاج شيء من إنسان
دم كفيني سلامه حي هو الرب إلهي أنا واقف قدامه حي سيد الملك إلا أنا عايش خدامه حي أشهدني يسوع المخدوم وتشارك فلامه حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد الملك إلا أنا عايش خدامه أنا شايف آخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار أنا شايف آخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار والحد الشر ما ينهار أنا هرفع أعلامه حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد الملك إلا أنا عايش خدامه حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد الملك إلا أنا عايش خدامه أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين جاي وأشوفه بكل حي هو الرب إلهي أنا واقف قدامه حي السيد الملك اللي أنا عايش قدامه حي هو الرب إلهي أنا واقف قدامه حي السيد الملك اللي أنا عايش قدامه أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود أنا واقف مستني وعود تتحقق عزيزي هذا الصوت الحلو ويستخدم المجد اسمه دائما باسم يسوع آمين قس جوزيف اللي أنا أعرفه أنه كل أهلك خارج العراق نعم ما هو سبب بقائك في العراق يعني أنا أعرف أنه الكل من تطلع الأهالي لازم الكل تطلع وراها فأكيد لك غرض في بقائك في العراق حقيقة هو مو إلي غرض أنا ما عندي غرض نعم. لكن عندي دعوة هدف. من الله هدف. الله دعاني بعد كل هذه الاختبارات وبعد كل هذه الأصوات اللي سمعتها بالروح القدس في داخل قلبي لخدمة أبناء شعبي وبلدي هذه الدعوة دعوة إلهية وأريد أعلق بكلمتين مختصرة جدا على موضوع الفرق بين الخدمة والدعوة في كل مكان أنا أقدر أخدم الرب لكن مو بكل مكان الله يستخدمني الله يستخدمني
عندما أكون في المشيئة الإلهية فيصبح استخدام إلهي، وكيف أعلم أنه هذا استخدام إلهي؟ من خلال الثمر. نعم. أما الخدمة فممكن أن أخدم في كل مكان خدمة، لكن الله لديه خطة لكل واحد من عندنا لكي يستخدم الله في خطته لإعلان مجده ومشيئته. فأنا باقي وموجود ليس لغرض هدف إلي، لكن لمجده هو. أمين. الغرض هو وتمجيد اسمه هو. أمين. أنا ما عندي أي غرض من بقائي، بالعكس. حلو. الوضع تحديات وصعوبات، لكن أنا موجود، قلت لك إن عشنا له نعيش. أمين. لمجده هو. وبعد هذه التأكيدات الإلهية في حياتي الروحية أكد لي أنه هذا مكانك وهي خدمتك، وريد تمجدني في هذا البلد، في العراق، في بغداد، وتعلن اسمي. لأن تخيلي إذا مكان كله ظلمة وما بينه غير شموع قليلة، شيلين الشموع القليلة شي يصبح بالمكان ظلام. فأكو شموع موجودة في بغداد حاليا، كنايس مباركة الرب ده يستخدمها حتى تنير هذه الظلمة الموجودة حوالينا. آمين. آمين. خرافي في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي. بالضبط. وشعر من رؤوسنا ما تسقط إلا بعلم منه. آمين. 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 نعم. الرب يباركك. دعوة مباركة. شكرا. وسام يعني انتهى الوقت. أشد تسوي لي هيك يعني؟ لا سويت لي هي. تريد تهرب من الترنيمة النهائية يعني؟ لا لا. وإنما بعد هذا البرنامج حيكون عندنا ربع ساعة فقط بس رسالة لأهل استراليا. نعم. راح نقدمها بعد ما يخلص البرنامج بعشر دقائق، نرجع مرة ثانية فقط لربع ساعة. راح نقدم رسالة لأحبانا باستراليا اللي دا يشاهدون بهذا الوقت. نشجعكم، نشجع كل شخص دا يشاهدنا. هذه البرامج هي دا توصل مثل ما قلت بالبداية إلهم ولكثيرين مثلهم في كندا وأمريكا. لكن أول شيء أيضا أريد أشكر الله من أجل الرئاسة الجديدة في أمريكا. أشكر الرب أنه يعني كثيرين أكيد فرحوا، لكن صلو. إحنا نصلي. نعم. نصلي أنه نعم. القائد الجديد يقود هذه البلاد بحكمة. نعم. وأيضا يكون سلام. بسلام ومحبة وكل شيء. فنحن هي هاي صلاتنا، لأن هذه من هذه البلاد، هنا بلادنا بالشرق الأوسط ترتاح صدقيني. أمين. إذا هذه البلاد حكمت الشرق الأوسط بحكمة، فنحن صلاتنا من أجل الرئيس ترامب والقادة اللي معاه وكل اللي معاه أنه يقودون البلاد قيادة حكيمة. وأيضا أصلي من أجل الشعب العربي كله، إذا كان في الشرق الأوسط أو في أوروبا وأمريكا، أن تصلون نتحد مع بعض بالصلاة من أجل كل الكنائس في كل العالم، أن تتحد أيضا مع بعض. هذه هي صلاتنا، ولأن الترنيمة تقول ناس كتير على اسمك. حلو. آهو عايزينك تجي بلدنا، تجي بيتنا، تجي حياتنا، تجي قلوبنا مرة ثانية. فنحن نريد نقول هذه الترنيمة، نروح وبنجيلك، ونروح وبقى نجيلك. خلينا نرنمها هذه الترنيمة، نختم بها برنامجنا بهذا اليوم. تزور بيوتنا تاني، تجي بلدنا تاني، تزور بيوتنا تاني، بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك. ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، ناس أكتر بالاسم لك
وبتعب تغيرك، ناس كتير على اسمك وهم جهلينك، ناس اكتر بالاسم لك وبتعب تغيرك، ناس تانيين تشتاق لك تتمنى تجيلك، ناس تانيين تشتاق لك تتمنى تجيلك، ناس هنا وعايشين لك وتموت ولا تهينك، وعايزينك وحبينك وعايزينك وحبينك، تيجي عراق تاني، تيجي الموصل تاني، تيجي تلكيف تاني، تيجي القوش تاني، تيجي قرقوش تاني، وتيجي دهوك تاني، وتيجي بغداد تاني، بالروح بانجيلك، بالروح بانجيلك، ناس وطبوا في كنايسهم وانت غيب عنهم، ناس خدموا في كنايسهم تعلمهم وعلمهم، ناس وطبوا في كنايسهم وانت غيب عنهم، ناس خدموا في كنايسهم تعلمهم وعلمهم، والروح بضمي وماتي نسلك من غيرهم، والروح بضمي وماتي بك نسلك من غيرهم، ناس عمدا وحجارة ومنارة إيمانهم، وعايزينك وحبينك وعايزينك تاني، تيجي مصر تاني، تيجي الكويت تاني، تيجي السعودية تاني، تيجي اليمن تاني، تيجي المغرب تاني، تيجي أمريكا تاني، بالروح بأنجيلك، بالروح بإنجيلك، نشهد هنا عن اسمك وانت شهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا، نشهد هنا عن اسمك وانت شهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا، نخدم هنا فولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا فولادك وبتخدم فينا، نحمي من انجيلك وانت اللي حامينا. تعال قل للرب بالروح بانجيلك، بالروح بقى نجيلك، قل له تعال زور بلدي، زور بيتي، زور عائلتي، زور قلبي، زور اهلي، زورني في هذا اليوم، قل له للرب تعال وزورني في هذا اليوم، ورنم رنم للرب. وعايزينك وحبينك تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني، تيجي بلدنا تاني، تزور بيوتنا تاني، بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك. آمين بإنجيلك. آمين ومليون آمين. آمين. الرب يباركك على هالترنيمة، وبنعمة الرب رح يزور العراق وأهل العراق وشعب العراق وكل ما للعراق باسم الرب يسوع. آمين. وسوريا ومصر والجزائر والسعودية، ورح يشهدوا لك كل العالم. آمين. ستجثو كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. آمين. وتعلن أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب، وأكيد ليس اسم آخر ينبغي أن نخلص به
إلا اسم ربنا يسوع المسيح. أمين. أمين. له كل المجد. أمين. أنا فرحانة اليوم، فرحي كبير، صدقوني أنا أشكر الرب من أجل أخوي والقس جوزيف. شكرا. الرب يستخدمك بقوة. أمين. أمين. والرب أكيد إحنا بيد جبارة. أمين. بيد أبا الآب. أمين. أشكر الرب من أجلك. شكراً. من أجل خدمتك في العراق. شكراً. الرب يحميك، يحمي عائلتك. شكراً. يحمي شعبنا. أشكرك. ويحمي كنيستنا في العراق. آمين. باسم آمين. يسوع. باسم الرب يسوع. وحنجيلك. Yes. وأنا بدوري أشكركم. Thank you. وأشكر هذه الفرصة، وفعلا قناة الآرامية قناة مباركة، منبر عراقي روحي. نعم. نحن فخورين به، وصلي باسم يسوع أنه يثقل الآلاف والملايين من أبناء شعبنا في كل مكان. نعم. لدعم هذه الخدمة. لأن الحصاد قد بيض والفعل قليلون. نعم. قالوا اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلا. فنحن نصلي أن الرب يرسل فعلا، يرسل تثقل في القلوب والروح القدس لدعم الخدمة ولدعم هذه القناة باسم رب المجد يسوع المسيح. آمين. منبر لا يتوقف يصل برسالة الإنجيل إلى كل المسكون. آمين. ربي يباركك. أشكرك أختي العزيزة أسيل. ربي يبارك هذا الصوت، ودائما وأبدا يكون لمجد اسمه ولإسمه فقط. آمين. ربي يباركك. ربي يخليك عزيزي. شكر ثاني للقس جوزيف وأخوي وابني المحبوب وسام. ربي يباركك. وسيف اليوم الرب يعني تمجد من خلال العزف مالتك، وفعلا افتقدنا ابننا ريان، لكن نشكر الرب انه كفيت ووفيت. واشكر جميع المشاهدين اللي شاهدونا واللي اتحدوا معانا في هذا اليوم، واللي راح يصلون من اجلنا، واللي راح يكونون اداه فعاله لأجل خدمة السيد. وأكيد هناك أخونا وسام بعد 10 دقائق ربع ساعة ياخذ فترة بريك ورح يكون معاكم. أريد تواصلكم معانا، تعضيدكم معانا، روحكم الحلوة والطيبة خصوصا اللي بنيوزيلندا وأستراليا وفي أمريكا اللي يقعدون لساعة 2 و3، أكيد رح تستمتعون بترانيم وتسبيح. لا ما بقى لي ساعة 2 أخذت. ها ما راح تبقى. أنا مثل ما قلت رسالة فقط لمدة ربع ساعة. آمين. يس. فلا تنسوا تعضيد هذه الفضائية، وأكيد تعبكم ليس باطلا في الرب. آمين. نشكر الرب من أجل الجميع. سلام ونعمة الرب يسوع المسيح تكون معكم مع شركة الروح القدس، وإلى أن نلتقيكم في برامج أخرى نقول لكم إلى اللقاء.